اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية إلى أكثر من 26 مليار دولار. طيب يعني إيه الكلام ده؟ بص معايا على التفاصيل نحاول نوجد مع بعض يعني الكلام ده بشكل بسيط. اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية خلال يونيو الماضي بنحو 2.57% مليار دولار، علشان يوصل إلى 837.3 مليار جنيه بحوالي تعادل 26.2 مليار دولار مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 23.64% من او مليار دولار في مايو اللي فات. وارتفع العجز لدى البنوك بحوالي 2.5 مليار دولار، وكل ده سجل حوالي 16.6 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي. تفاصيل كتيرة تعالى احاول افصلها وابسطها لحضرتك ببساطة عشان نفهم موضوع الاصول الاجنبية ده معناه. بص يا سيدي، معناه ايه؟ اللي بتمتلكه البنوك والمصارف من سندات واوراق مالية اجنبية مخصوم منها الالتزامات اللي عليها. يعني ايه؟ يعني الدولة لو عندها فائض في الأصول، يعني اللي عندها أكتر من اللي عليها، تبقى أمورنا كويسة وبتنعكس المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي على اقتصاد الناس وعلى اقتصاد البلد. لو الدولة عليها التزامات أكتر من اللي عندها، معناها إن في مشكلة، وده بينعكس على كل المؤشرات الاقتصادية للدولة وللمواطن بشكل سلبي. طيب في حالة مصر مثلا، في حالة مصر إحنا في وضع سيء جدا. ليه؟ لأننا عندنا عجز بحوالي 27 مليار دولار حسب ما هو معلن. يعني إيه؟ يعني الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بالسالب. أقول تاني، الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بالسالب. سالب كام؟ سالب حوالي 27 مليار دولار. شوف بقى ده هيأثر إزاي على ودايع الناس في البنوك. تعال نشوف مثلا شهادات الادخار الدولارية دي ايه الهدف منها. خد الخبر ده كمان اهو. مطالب في الحوار الوطني بتدخل تشريعي لتحديد سقف الدين الخارجي وايجاد بدائل للاقتراض. مقرر لجنة الدين في الحوار الوطني بيقول حجم الدين الخارجي بلغ 1,526,000,000,000 مليار جنيه في سنة 2022 بس. يعني بعد 10 سنين وبعد ما خربت مالطا، اخواننا في الحوار الوطني صحيوا وفاقوا، وحد منهم بيقترح اننا نوقف الديون او نحط لها سقف. عايز يعمل ده بتشريع ونوقف الاقتراض. محدش اقترض بقى خلاص. بس انا والله مش عارف اقولك ايه. انا مش عارف ده خبر يضحك ولا يبكي جد والله. هو مش البرلمان ده يا جماعة اللي من شهرين تقريبا او اقل اتخانق مع كامل الوزير، وبعد ما اتخانق وهاجمه كامل الوزير برضو وافقوله على قروض باكتر من 3 مليار دولار يورو وقتها انا فاكر. هو مش البرلمان ده هو اللي وافق 3 مليار دولار مش يورو. طيب البرلمان ده مش هو اللي وافق على الميزانية، وهو عارف ان وزير المالية ده هيدبر العجز اللي فيها بقروض وسلف جديد؟ مش ده اللي قاله محمد معيد؟ وهم عارفين ان احنا هنستلف كده كده عشان نسدد فوائد قروض السيسي. يا جماعه انتوا بتبيعوا للناس كلام؟ انتوا بتضحكوا على الناس وخلاص؟ انتوا وافقتوا على القروض وهتوافقوا على القروض علشان الفوائد اللي هندفعها ما عندناش مصادر ليها، فهنجيب قروض جديده. وهلم جرى، هلم جرى. هو الشعب ده متباع. برلمان السيسي جايبه مش الناس اللي جايباه، حكومة السيسي جايبها مش الناس اللي جايباها، فتعمل ايه؟ كله من دقنه وفتله. فيجي الاعلام اللي المفروض سلطة عشان يراقب، علشان يقول للناس الحقيقة، يعمل ايه الاعلام بتاع السيسي؟ يضلل الناس ويضحك عليها. فالناس مضحوك عليها سياسيا من السياسيين، وبرلمانيا من الناس اللي المفروض بتتكلم عنهم، ومن الاعلام اللي المفروض هو سلطة رابعة بتراقب السلطات دي كلها. فالمواطن يا عيني غلبان. المواطن هو اضعف حلقه في كل السلاسل دي، وهو في الاخر اللي بيدفع ثمن الفشل السياسي والبرلماني والاعلامي، مع ان هو في الاصل صاحب البلد.
بس هو ما عندوش ثروة، لأن الثروة البشوات بيستمتعوا بيها.